نهارك أبيض وماذا لديك اليوم في ميت أبيض؟ برحب بيك زميلي العزيز أحمد علي، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. من هنا من داخل نادي الزمالك يوم جديد وجولة رياضية جديدة من جولاتنا الصباحية، والنهاردة في فقرة نبض 100 عقبة هنتكلم مع كابتن حمدي صالح مدرب بقطاع الناشئين عن الفريق الأول لكرة القدم، وبالطبع طبعا عن قطاع الناشئين. برحب بيك يا كابتن حمدي، في نهارك أبيض، صباح الخير. تحياتي لك يا نادين وتحياتي لأحمد علي، صباح الخير عليك وعلى جمهور نادي الزمالك. كابتن، احنا طبعا عارفين ان الفريق الاول في اجازه طويله حاليا طبعا بعد موسم شاق ومشاركات عديده للفريق، في رايك انه طبعا هو هيرجع تاني للتدريبات يوم 25 في الشهر الحالي، عايزه اعرف رايك دي فتره كافيه للتغلب على الارهاق ولا لا؟ طبعا هي فتره كافيه كمان علشان خاطر ان الراجل يقدر يعيد حساباته تاني ونقدر ان احنا برضو الشغل بتاعه يقدر ان هو يعني يأكد عليه مع اللعيبة، ويقدر إن شاء الله إن هم يرجعوا بعد الفترة دي يقدروا ينفذوا الشغل في الناحية التكتيكية تبقى بنسبة أعلى من الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى خير بعد التوقف ده بإذن الله. ولو طبيعي أصلا يعني الإرهاق يعني فترة 20 يوم كفاية جدا برضو يعني إن هم يقدروا يرجعوا ويعملوا الاستشفاء بتاعتهم، لا الدنيا تبقى إن شاء الله كويسة يعني. طيب في رأيك يا كابتن ايه هي الامور اللي احنا محتاجين نشتغل عليها اكتر خصوصا بعد العودة للتدريبات؟ يعني هو يعني احنا كان اصلا الطبيعي ان احنا اصلا كنا محتاجين تدعيمات، بس الظروف اللي النادي بيمر بيها ووقف القيد والظروف دي كلها الظروف الصعبة اللي النادي بيمر بيها هي طبعا مأثرة على اداء الفريق. ان شاء الله يعني الراجل يعني الراجل شغله اصلا راجل تكتيك عالي جدا، راجل بيلعب لا مركزيه، الراجل شغال شغل كويس، بس طبيعي مع الوقت كل ما يفضل فتره اطول مع اللعيبه يعني الامور هتبقى احسن، هيحفظوا شغله اكتر. لا الامور ان شاء الله مع كمان الصفقات بعد ما الازمات دي تتحل باذن الله الامور ان شاء الله تبقى كويسه يعني ان شاء الله. طيب كابتن، احنا دلوقتي طبعا احنا شفنا اداء مميز للفريق الاول في اخر مشاركه ليه، يعني بالتحديد في البطوله العربيه شفنا اداء مميز ليهم، في رايك الاداء ده هيكون نقطه تحول في الموسم الجديد؟ هو طبيعي ان مش او يعني مش ده الماتش الوحيد انا دين ان الراجل قدمه بشكل كويس، الراجل يعني بيقدم دايما اداء كويس حتى في الماتشات اللي ما بنبقاش موفقين فيها، لا الراجل بيقدم شكله وبيقدم كره مختلفه عن اي نادي تاني او اي فرقه تانية. ف يعني خلاص احنا خلاص هو الراجل اصلا كسب يعني الجمهور، والجمهور بقى واثق فيه جدا، والراجل كمان بيأكد كل فترة عن التانية ان هو لا يستحق ان هو يبقى مدير فني نادي الزمالك، وان شاء الله كمان مع الصفقات مع الازمات دي ان شاء الله تتحل والنادي يقدر يعدي منها، ويا مش اول مرة نعدي بالظروف دي، ان شاء الله نقدر ان احنا نعديها الفترة اللي جاية وبالتدعيمات ويعني الصفقات ان شاء الله اللي هتيجي جديده وكده تقدر تغير من شكل الفريق. طيب خلينا نروح لقطاع الناشئين، وطبعا احنا عارفين ان قطاع الناشئين ده كنز بالنسبه للفريق الاول، خصوصا ان احنا شفنا مجموعه من الناشئين اللي كانوا متواجدين في الفتره الاخيره مع الفريق في الموسم اللي فات، عايزه اعرف توقعاتك ايه لمجموعه الناشئين دي في الموسم الجديد. هو نادين نفسي برضو الموضوع حصل مع مستر فيريرا وهو موجود، وقدرنا برضو من الناشئين بتوعنا ان هم يقدروا ما يحسوش الجمهور بالفرق الكبير، ويقدروا ان هم ياخدوا الدوري والكاس ويقدروا يعدوا بازمه كبيره. لا احنا عندنا كمان في قطاع الناشئين مواهب كتيره جدا، يعني احنا عندنا كنز فعلا. لا يعني دايما كمان عندك فرقه الامل السنه دي مطلعه لعيبه كويسه زي ايشو، في لعيبه كتير فوق عشان بس ما انساش حد. فلا فرقه الامل كمان كابتن احمد رزق عامل فيها شغل كويس جدا. لا ودي كمان مستقبل النادي، اللعيبه دي مستقبل النادي، حتى اللعيبه اللي هتقدر انها تخرج اعارات او كده يعني هتتقل بره هتحتك اكتر وهترجع فورم اكتر، هم يقدروا ان هم يدخلوا تحدي جديد اللعيبه دي. لا احنا عندنا كمان يعني الناشئين بتوعنا لما تيجي تبص في انديه الانديه بتاعه الدوري الممتاز كلها هتلاقي عندنا لعيبه كتيرة جدا، اسامه فيصل وغيره وغيره، لا لعيبه كتير جدا. لا قطاع الناشئين عندنا في نادي الزمالك كنز كبير، وان شاء الله دايما يعني رئيس قطاع الناشئين كابتن اسماعيل يوسف والقائمين على القطاع كله دايما ان شاء الله يعني سبورت للدرجه الاولى،
وباذن الله الفتره اللي جايه نقدر كمان نقدم زي ايشو، ونقدر نقدم زي حسام عبد المجيد، سيد نمر. لا، في لعيبه كمان جايه كويسه جدا يعني. بالفعل يا كابتن صالح، انا كنت بسالك، عايزه اسالك، هل هيكون في امداد لعناصر جديده من الناشئين في الموسم الجديد؟ طبيعي، ما هو اوريدي اصلا انت عندك دلوقتي يعني جيل 2003 هو اللي جاي، واحنا عندنا فرقه 2003 يعني فرقه مميزه جدا، فيها عناصر كتيره جدا. اللي هيطلع الدرجه الاولى هيقدر يكمل، اللي مش هيقدر هيطلع اعراب بره برضو. ده في افاده للنادي كبيره يعني. عندك كان فتره من الفترات مصطفى محمد خرج ورجع بشكل كبير وبقى مهاجم مصر. فلا احنا يعني، انا عايز اطمن جمهور نادي الزمالك، واحنا عندنا لعيبه في بوزيشنات كتير حتى والقيد مقفول، عندنا لعيبه تقدر ان هي يبقوا قد المسؤوليه ويأدوا ويشيلوا رايه نادي الزمالك. وبطمن كمان الجمهور، ما تقلقش ان انت عندك قطاع محترم يعني، ده في حد ذاته ان شاء الله كفيل ان هو دايما يعني في الظروف اللي بتبقى زي كده ولاد النادي هم اللي دايما بيبقوا سبورت، هم اللي بيقفوا وبيشيلوا. فاحنا عندنا ما شاء الله لعيبه كتيره كويسه، وان شاء الله الفتره الجايه يقدروا يقدموا حاجه لجمهورهم ولناديهم باذن الله. ان شاء الله طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريق نادي الزمالك تحت اي ظروف، وبشكرك جدا النهارده لوجودك معانا في نهارك ابيض. تحياتي لك يا نادين، وتحياتي لاحمد علي، وصباحك ابيض. زميلي العزيز احمد علي، ده كان لقائنا من داخل نادي الزمالك مع كابتن صالح، مع كابتن حمدي صالح عفوا، في نهارك ابيض النهارده. والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. اشكرك شكرا جزيلا زميلتنا المميزه نادين تيسير، وشكر موصول للكابتن حمدي على هذا اللقاء.